في الصيف، وبالضبط بحمام قرقور. ما كاش دار في هذه المنطقة ما تلقاش الشخشوخة، الكربابيل، الطعام والدوارة، لكن نلقاو هذه الأطباق في رمضان. تعرفنا على الشاف حليم اللي راح يكون الشاف الحكم، ودوك نروحوا نتعرفوا على الشاف اللي راح يخوض تحدي اليوم. من شاف راك واجد؟ راني واجد. شاف حبيب عرفنا بروحك. شاف حبيب، قوانين التحدي هي كالتالي: عندك 2 ملايين سنتيم، 29 دقيقة بين القضيان والطياب. 20 شخص راح يكونوا حاضرين معنا، 20 شخص راح يكونوا من الجمعيات الخيرية والفئات اللي تسحق مساعدة مادية ومعنوية. شاف الحكم فرض عليك طبقين رئيسيين اللي هما الشربة والظلمة. راك واجد شاف؟ بإذن الله. العد التنازلي بدا درك، حنا نخلوك بين القضيان وطياب ونروح نشوفوا الجمعية وضيوف. مرحبا بكم عندنا بلدية حمام قرقور ولاية سطيف. الله يسلمك فارس. قالوا لي بلي غير فارس اللي يقدر يعاونني هنايا في حمام قرقور باش نحوسوا على بلاصه اللي نقدروا ناكلوا دراري. بربي ان شاء الله. كاين عمي مبروك رايحين نروحوا ليه، عنده فندق شباب ويقدر يعاوننا ثاني. عنده بلايص قص هكا طابله فيها تقدر ترفد 22 واحد 24 هكا. عنده سمو. نزيدو نشوفو اسكو يقدر يزيد يعاوننا في حوايج اخرين. عنده اتصالات. الا ما يكونش هو، كاين واحد اخرين. كاين واحد اخرين، كاين بربي ان شاء الله. خلاص تدينا بربي.
شوفوا دوك وين ساعدكم الحال وين عجبكم الحال نقدروا نعشيهم ان شاء الله لهنا ولا لتحت برا ولا المهم حسب. يعطيك الصحة. الله يسلمك. نسيو كيفاش نخيروا بين هنا وبين برا والحاجات ان شاء الله تكون حاجة شابة. ما كاش مشكل ان شاء الله. والشيء اللي خسر انا هنا ما كاش اشكال وما عادش مزيان نهائي. ومرحبا بكم. صحيح. مرة ثانية يعني. شكرا. هيا شكرا. السلام عليكم شاف. السلام ورحمة الله. واش راك داير فيها ولا فلاحة واش درت؟ درت شربة ولصت تاع الدومة واني قلب الدومة وقبل الفطور إن شاء الله نكون واجدين. مع الوقت يلحق الشوزوا. بإذن الله إن شاء الله. أنا شفت اللي مازالت شوية خدمة. معليش دوك نكملوها. نكملوها أنا واجدين. نكملوها ساعة. بإذن الله. إن شاء الله. بالتوفيق. عايشك يعطيك الصحة. شاف السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما قعدتش الوقت كامل واش كملت بعد كلش؟ نورمالمون انا كملنا قعدت 30 ثانيه. 30 ثانيه. طابت الشربه طابت الظلمه طابت خمسه اربعه ثلاثه زوج واحد افرد يديك شاف خلاص الوقت افرد يديك طيب بالتوفيق شكرا.
جدا. نعم. تجربة مليحة وتعبنا شوية وفات الحمد لله. واش استنى مي طحت قد قد. وان شاء الله راني متفائل البشر على فينا ان شاء الله. نقدروا نعطيو له 10 على 10. يستاهل يعني بعد الجماعة يعني اللي ذاقت واللي كلات سقسيتهم برا هزينا يعني رأيهم يعني جميعهم شكروه وإحنا واحد من هذه الجماعة نشكروه ونعطيه له العلامة كاملة. أعطيه 10 على 10 علامة كاملة. شربة مليحة البيض سما من جهة الملح من جهة كلش سما راهي مليحة. عندك دولما جات مليحة تاني ما شاء الله في الطياب في كلش شوية من جهة الكمون زاد لها شوية كمون النقطة أنا أعطيه بربي إن شاء الله من 10 ويتسيرديس. شاف حبيب اليوم شفناه كي مدينا له دراهم بين قضيان وطياب وشفنا الجدية اللي كان فيها من حيث في المطبخ وشفنا كيفاش يتعامل وكان صارم من حيث النظافة كان نظيف من حيث الأكل كان في المستوى فقط دراهم اللي مديناه هو 2 ملايين استهلكهم كامل في المطبخ إلا 50 ألف يعني رجعنا صرف 50 ألف. النقطة اللي راح نمدوها له هي 8 على 10. باش نزرع البهجة والبسمة في وجوه الطفل والبراءة خاصة هي أنك باش ترجع العقل تاعك للعقل تاعو وتعيش الحياة تاعو باش تلعبي معاه وتكون على الهيئة تاعو لازم توصلي له الميساج أولا يعني واش راح نفهمك أنا يعني تكون راح تكوني في السن تاعو مالغري تو راح تكون في ما بيناتنا ما بين اللاج واللاج تاعو مسافة طويلة لازم يكون باله واسع وقلبه أوسع برزك طفل صغير راح يدير لك من ذاك حركات الإرادية من ذاك يقلقك من ذاك ما يسمع لكش بصح أنت لازم تدخل تراعي المشاعر تاعو برزك هو صغير ما يعرفش. وقدرنا نقدموا شيء بسيط لهاد الأطفال اللي دخلنا الفرحة في قلوبهم. هذا هو الهدف الأول والأخير. هذه اللوحة الفنية اللي قدمناها اليوم ما كانتش احنا اللي درناها برك، ولكن كل واحد مواطن جاء حط حاجة، فتحنا البيبان باش نوكلوا الأطفال، استقبلونا في الجمعية كافي اليتيم استقبلتنا ورحبت بالفكرة باش قدرنا نديروا هذا العمل الخيري ومنتو هو تحدي. وإن شاء الله تكون بلدية حمام قرقور وولاية سطيف في النهائيات إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم.